راعي النجوم ومكتشف المواهب، أصغر مدرب في تاريخ كرة القدم المصرية، مدير فني النادي الأهلي ومنتخب مصر، كابتن فتحي نصير، هو ضيفنا في السادسة مساء. أهلا بيك يا كابتن فتحي. أهلا ميد، وسعيد جدا أن أنا ألتقي بك إن شاء الله بإذن الله في قناة الأهلي، ونقدر نقول حاجة كويسة إن شاء الله. شرف كبير أن حضرتك تكون موجود معنا. حضرتك اسم كبير جدا في مختلف المجالات والمناصب اللي حضرتك توليت فيها المسؤولية، كنت بالتأكيد صاحب بصمة وبصمة مهمة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيها. أنا بس قبل ما أدخل في الكلام عايز أطمن وأطمن الناس على حضرتك وعلى حالتك الصحيه. انا عارف انه كان في وعكه كده من فتره قريبه، يهمنا نطمن عليك ونطمن الناس معانا. لا، دي كانت بعد شهر رمضان. والحمد لله الامور عدت وبقينا تمام الحمد لله والصحه، وبندعو الله سبحانه وتعالى ان يديم علينا هذه الصحه يا رب. يديم عليك الصحه. خليني ابتدي الحقيقه من امبارح، وامبارح يمكن يمكن يكون ملخص ل فترة ما بعد الكورونا. يعني أنا إحنا بنشوف أنه طبعا الأهلي في بطولة الدوري ختم السيزن أو نص السيزن الأولاني ولا أروع، أعتقد أنه كان من ناحية الأرقام ومن ناحية الأداء والمستوى في أعلى كيرف أو في أعلى منحنى. امبارح شفنا ماتش الاتحاد، بداية عايز أعرف انطباعات أولية من حضرتك على مستوى المباراة، بعيدا حتى عن النتيجة وفكرة المنافسة على البطولة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة النادي الأهلي مش هنتكلم بقى كأداء أو التزام لاعبين بأسلوب خططي معين أو بأفكار المدربين، أنا عايز أضمها إن في هذه الفترة بسميها الفوضى الكروية. إيه هي الفوضى الكروية؟ الفوضى الكروية إن كل واحد مش عارف يقوم بشغله. بمعنى إيه؟ أنا كمدرب، إحنا النادي الأهلي جايب مدرب، المدرب ده بيدفعله آلاف عشان ينقل خبراته وينقل إمكانياته للاعبين وينعكس ده على أدائهم في الملعب. مظبوط. طيب، كرة القدم علمتنا إن في مباريات ويسبق المباريات تدريبات، وبين المباراة والمباراة لابد أن يكون هناك وقت، مش وقت للاسترخاء أو وقت لاستعادة الشفاء أو اللياقة أو الحاجات دي كلها، مش هي دي. هو الغرض منها ان المدرب لو فرضنا المباراه يوم الجمعه، يبقى بتيجي يوم السبت نعمل الاستشفاء واللعيبه ريكفر لهم ويرجعوا الكلام ده. تمام. نيجي يوم الاحد نصلح اخطاء المباراه السابقه. تمام. اللي هي كانت يوم الجمعه. اوكي. وبعدين نيجي يوم الاثنين نحضر اللعيبه للمباراه القادمه. مظبوط. نحفظهم هنعمل ايه. تمام. ثم يوم الثلاث بنعمل لهم مباراه تجريبيه لما يدور في الاسبوع القادم. والاربع ننزل الكيرف ونلعب المباراه. اذا الايام اللي احنا هناخدها دي هي مش ايام فانتازيه كده جايين عشان الناس تتفسح بيها. يبقى اول نقطه فكره العامل الزمني او الفارق الزمني ما بين مباراه والثانيه، المفروض انها يبقى ليها فورمات معينه. لازم كده. احنا بره اللعبه، بره هذا الموضوع. اما النادي الاهلي لعب يوم الجمعه والنهارده لعب يوم الاثنين، بقى عنده السبت والحد. طب يوم السبت مفروض المدرب هيعمل ايه؟ هيعمل استرخاء وهيعمل استعادة الشفاء ويجهز اللعيبة. طبعا. طيب، احنا بس كابتن فتحي احنا ما عندناش بديل. يعني احنا المسابقة طبعا العالم كله مر بفترة صعبة جدا، سيزن استثنائي مضغوط لأقصى درجة عشان نقفل السيزن ونعرف نفكر في السيزن الجديد، فده أمر واقع. لكن هل ده مبرر من وجهة نظر حضرتك لحالة عدم الاستقرار في المستوى؟ ما هو أصل ده مش النادي الأهلي بس، ده كل الأندية. طبعا مصر. طبعا مفهوم. أنا ما بتكلمش عن النادي الأهلي. أيوة. يعني احنا هنا في قناة الأهلي. لكن لا نتكلم على النادي الأهلي فقط، بنتكلم على الكرة المصرية. طب أفكر مع حضرتك بوجهة نظر الجهاز الفني شوية. يعني أنا عندي ماتشين أو عندي ثلاث ماتشات إن شاء الله بإذن الله يبقوا ثلاثة، عندي ثلاث ماتشات مهمين جدا في أفريقيا. أتعامل إزاي من وجهة نظرك مع الجزئية دي؟ يعني أبتدي كل مباراة بتشكيل؟ أعتمد أدخل الشباب؟ أنا حاسم بطولة الدوري، فرق النقط كبير جدا، وأعتقد إن الماتش الجاي الأهلي يحسم البطولة إن شاء الله. أعمل تدوير في اللعيبة؟ طب أجهز إزاي الفريق بتاعي لماتشات أفريقيا؟ أجرب إزاي تشكيل معين وطريقة لعب معينة؟ اتعامل مع الديلاما دي ازاي من وجهه نظرك؟ هو يعني عشان يعني نتكلم او يعني نكمل هذه القصه. فاذا الثلاث ايام يعني ملعب جمعه يا ابو حميد، العب جمعه والعب يوم الاثنين، يبقى انا عندي سبت وحد. ايوه. سبت وحد اعمل فيهم ايه؟ استرخاء، وبعدين يوم الاحد هجهز اللعيبه اليوم الاثنين، ما اقدرش اديهم اي حمل. أيوه. ولا اقدر اصلح اخطاء ولا اقدر اديهم ناحيه خططيه.
يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله اسلوب الخطط اللي نجربه، تجربوا امتى؟ تحفظوا امتى؟ ما هو لازم اللعيبه تحفظه. أيوة. نظريا الاول بيشوفوه، ثم عمليا في الملعب على مجموعات، ثم نربط المجموعات دي كلها ببعضها بحيث يبقى الفكره كلها واضحه. في طريقه لعب، جوه الطريقه في حاجه اسمها الخطه. يبقى الخطه هي جزء من الطريقه. الطريقه مثلا 4-3-3، 4-2-3-1، 4-4-2. طب دي طريقه، واجبات اللعيبه جوه الطريقه هي دي الخطه اللي هعملها. أيوة. ده عايزه وقت.